لا تجعل رأسك يستدير، فأنت مرتاح حتى هذه اللحظات. هذه سلام لسعادة محمد بن زايد الخيارين ولأنجاله الكرام على هذا الفوز المستحق. 300 متر المركز الثاني أيضا، شعار الخيارين قادم مع المكسور، ولكن هنا بو حمد طارت الطيور بأرزاقها. خيرة الحيل، خلاصة الحيل، نقوة الحيل، أقوى الحيل وأقوى الأشواط يتجه إلى عزمة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وفي رصيدها أيضا وصيفة على كأس المرموم، على كأس الكؤوس، وأيضا صاحبة الرنج روفر في الإمارات وفي المرموم. تهانينا والناموس مات هذا الفوز من فراق. متابعينا الأعزاء، لحظات الوصول، تهانينا والناموس لمالك الزعفران مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وسلام. الشوط الرئيسي إلى أين سيذهب؟ هذا هو قطر سعد، هذا هو مرضي على المركز الثاني. قطر سعد قلت لكم أحد الأسماء المرشحة مع المركز الأول. هنا قدمه مالك أبو ركان المطوع، هذا هو قطر سعد، صالح بن علي بن جابر المطوع المري. يا سلام على المركز الأول، ما هناك أي خطورة تذكر، تذكر على قطر سعد أحد الأسماء المرشحة. يسير في طريق الناموس، ينطلق أيها الإخوة المتابعون. الشوط الرئيسي الأول الخاص بالحيل، قدم شعار الخيارين، قدم شعار الخيارين في هذا في صباح هذا اليوم الزعفرانة في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالحيل. وهذا هو قطر سعد، صالح بن علي بن جابر المطوع المري يفوز بالشوط الرئيسي الخاص بالزمول. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لقطر سعد. على أرضية ميدان التحدي في هذا اليوم، يا سلام، هل العوينة قادمين؟ هل العوينة قادمين منذ بداية هذا الموسم لتحقيق النواميس؟ يا سلام، المركز الثاني، الشايبة، الشايبة على المركز الثاني. الله، أشوف اللي وصلت، أشوف اللي وصلت الشمالية، علي بن حليس العفاري على المركز الثاني، هناك هناك من دولة الإمارات، ولكن براقة براقة، زايد بن منصور، بن غانم الزيف، الخيارين. يا سلام يا سلام، بشوف الشمالية، أهالي الإمارات، أهالي الإمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع علي بن حليس العفاري، شعار كبير أيضا، شعار صالة وجال أيضا، شعار علي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الشمالية، الشمالية فازت، الشمالية انتصرت في صباح هذا اليوم. تهانينا لعلي بن حليس العفاري على هذا الفوز. المركز الثاني براقة. برلنت يحتل المركز الأول، برلنت تعود ملكية برلنت لعلي بن حمد بن جار الله المري مع المقدمة والصدارة. الله، بقيادة سعيد بن هديبان المري. الله، خير ما يمثل دولة الكويت الشقيقة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. سلام سلام دولة الكويت الشقيقة وميدان الشهيد، سلام بن هديبان، سلام. الله، هذا هو بن هديبان، هذا هو بن هديبان مشاهدين الكرام، بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر مع برلنت، مع برلنت. يا سلام، هذا هو برلنت أيها الإخوة، يحتل المركز الأول والعصا فلطان. تهانينا والناموس لمالك البرنت برلنت علي بن حمد بن جار الله المري، نهنيه على هذا الفوز وعلى انتزاعه. الجذابة مع المركز الثاني، تنطلق الجذابة لتكون هي المنافسة القوية بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة. مبارك بن محمد بن زايد الخيرين، مالك الجذابة، من تنطلق مع الصدارة، من تجذب الأنظار، من تجذب الأضواء بانطلاقتها الجميلة. عتيق بن قريع المري، لله درك يا مزعج المضمرين، ينطلق بهذا الشعار ليجدد هذه الإنجازات الحالية
الحافلة لي أيضا يضيف الإنجاز تلو الإنجاز إلى سجلات هذا الشعار، شعار الخيرين مبارك بن محمد بن زايد الخيرين مالك الجذابة وعتيق بن قريع المري، من يقدم لنا الأسماء المميزة من فطاحلة المضمرين، من يتواجدون دائما بالأشواط الحساسة وأيضا مع هذا الشعار المركز الثاني القاضية لي جابر بسالم بن جبران المري المركز الثاني. قوس 500 متر والكاسبي حتى هذه اللحظات يكسب جولة هذا الشوط، يبدع في هذا الشوط، يتألق في هذا الشوط. يا سلام، هذا هو الكاسبي، والخوف من صغان يضع الكاسبي، هذا هو الكاسبي سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. يا سلام، الكاسبي وصوغان، الكاسبي وصوغان، والمعركة حامية الوطيس، ولكن الكاسبي، ولكن الكاسبي فاز الكاسبي بهذا الشوط وكسب الناموس في هذا الشوط. وسلام يا الكاسبي سلام، هذا هو الكاسبي، هذا هو الكاسبي. وصوغان غادم، صوغان غادم وشعر بالنايفة يا بو، ولكن الكاسبي، ولكن الكاسبي طار بناموس الشوط. تهانينا والناموس لمالك الكاسبي سعود بن عبد الله بن احمد العيمي. وسلام يا الكاسبي سلام، سلام يا الكاسبي سلام على هذا الفوز المستحق. قام راس وانا هذا الشوط راس تهاني. للناموس يا سلام، هذه اليرموك، هذه اليرموك بكل ثقة، بكل ثقة رصيدها ثلاث سيارات. نعم، هذه الذلول السبوق والحائل السبوق اللي قدمها شعار الشهواني، هذه انطلقت في المركز الاول، اعلنت حضورها، اعلنت حضورها عند لوحة اثنين. قلت لكم خطيرة، قلت لكم خطيرة، وهي خطيرة، هي خطيرة اليرموك. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني فاز معنا بهذا الشوط بفوز اليرموك بالمركز الاول. تهانينا، تهانينا لمالك اليرموك على هذا الفوز، تهانينا. وخلها على كيفها، خلها على كيفها، خلها على كيفها. تهانينا يا الشهواني على هذا الفوز، على فوز اليرموك بالمركز الاول. تهانينا لمالكها ومضمرها حمد بن مبارك الشهواني. تهانينا والناموس ثانيا احتلته مياس علي. معلومة بأن رصيد سيارتين لم يأتي من فراغ، لم يأتي من فراغ. هذا السبب مشاهدين الأعزاء، انطلق في مقدمة الشوط هذا شعار دعكا بن جابر بن راشد بن هدي بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات. ومن هذه اللحظات نزف له أجمل التهاني والتبريكات والفوز والناموس في صباح هذا اليوم. العرض تلقائي، الدفع تلقائي، الدفع تلقائي. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله على هذا الانطلاق. صغار من هنا، من هنا، من الدوحة، من الشحارية إلى النعيرية، هناك إلى محافظة النعيرية في ميدان الملك فهد رحمه الله في أرضية الميدان. والسلام يا النعيرية، سلام، سلام يا النعيرية، سلام، مع شعار دعكان بن راشد، دعكان بن جابر بن راشد بن هدي المري. ما شاء الله، هذه لحظات الوصول. المركز الثاني بقيادة صالح بن محمد اليامي، صالح بن محمد اليامي. نعود وإياكم إلى القيادة، إلى شعار القمرة سعود بن صالح القمرة، ولكن هنا الخدوم كذلك. يا سلام، الله، الله، هنا الخدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. من خواطر، خواطر وجب بن بندر بن وجب العتيبي صاحب التاريخ وإنجازات، ولكن القادمة كذلك قادم شعار القمرة على المركز الثاني، وكذلك على المركز الثالث شعار السعدون، شعار السعدون مع سمحة، سمحة رياض بن ثابر، السعدون مع صالح بن محمد اليامي. الله، ولكن، ولكن بن شريم، بن شريم، بن شريم، يا سلام، الدرعية، الدرعية. تهانينا والناموس لرجل الأمتار الأخيرة طالب بن شريم المري.
ناصر الطوار الكواري المركز الثالث الريان، الريان قادم مع المركز الثالث محمد بن جابر بن جر الله النابت المري، ولكن ما زال مياس هو المسيطر والمتحكم بالله ايضا بزمام الامور ومحكم الخضره بالانطلاق. مياس محمد بن راشد الفيدان المري مع الصداره والمقدمه، ولكن راقبوا راقبوا هنالك المركز الثاني الريان محمد بن جابر بن جر الله النابت مع المركز الثاني بن جوير وشعاره يتواصل مع المركز الثاني. الله يا الريان ينطلق عبر قناتي وشاشات قناة الريان مع اول المراكز، الريان مع المقدمة ينتزع اول المراكز باللحظات الاخيرة ليهدي هذا الناموس لمحمد بن جابر بن جار الله بن جوير المري. نهني على فوز الريان على المركز الاول ثاني المراكز مياس لمحمد بن راشد الفهداء المري المركز. وانطلقت نواعس، انطلقت نواعس مشاهدينا الاعزاء دون اي التعليمات. يا ابو يا نواعس، يا ابو يا نواعس، بعد فوز الدرعيه تظفر ايضا نواعس حتى هذه اللحظات بناموس الشوط. انطلقت على صوت الجهاز دون اي تعليمات. نواعس نواعس تبدع ويبدع شعار مضمر القرن في هذا اليوم، وايضا طموح تصل وطموح الفوز، وايضا هنا صدفه وطموح ونواعس واللحظات الاخيره، ولكن نواعس والعصا قوس والعصا قوس دون اي تعليمات تذكر. الله يا سلام، هل تكون النقطة الثانية لهذا الشعار في هذا اليوم؟ إذن سلام يا الريان، سلام سلام يا الريان، سلام دون أي تعليمة تذكر، ولله درك يا لهم بن شريم على هذه المسايرة وعلى أعصابك الحديد يا أخوي. تهانينا وإنها مستحضة الوصول للمركز الثاني، كان الوصول من طموح. شعار بن شريب يبحث عن تحقيق نقطة ثالثة مطالب اليوم. الله أبناء المملكة العربية السعودية مع هذه العرض اللي تقدمه الأسطورة في المركز الأول. انطلقت الأسطورة يقودها صالح بن محمد اليامي أبناء الرياض. الآن يتابع رياض بن ثامر السعدون عبر شاشة قناة الريان، يتابع هناك من الرياض، يتابع مصبحها بالخير ونصبح بالخير ونقول له سلام للرياض، سلام مع فوز الأسطورة بالمركز الأول. تهانينا لمالك الأسطورة، مالك الأسطورة رياض بن ثامر السعدون ومرعوشة. ديروا بالكم من بن شريف، ده سواها بن شريف للمرة الثانية، هل سيفعلها بن شريف؟ ولكن اللحظات الأخيرة فاز معنا رياض بن ثامر السعدون. تهانينا لمالك الأسطورة. نقلع عن مع الكيلو متر الاخير، بشاير 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 الخير، وبشاير تبشر بالفوز، تبشر السعدون بالفوز وتسعد السعدون في صباح هذا اليوم مع الاسطوره ومع هذه الاسطوره الثانيه. يا سلام يا سلام رياض بن ثامر السعدون بدون اي اوامر، ما شاء الله ما شاء الله، سلام 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 عليكم يا اهالي العاصمه الرياض، يا اهالي العاصمه الرياض هناك في المملكه العربيه السعوديه. مشاهدينا الاعزاء العصاقوس، مشكور يا اليابي، مشكور يا اليابي، اشكرك يا صالح، اشكرك يا ابو محمد على هذا التضمير، على هذه الثقه التي تمنحها هذه الدلول الاصيله. بشاير بشاير وصلت الى خط النهايه، وصلت الى الفوز. صباحك كل يا السعدون للمره الثانيه في صباح هذا اليوم من هنا الى الرياض. المركز الثاني علي بن عبد الهادي. يا سلام الله، ولكن غيور سعيد بن محمد بن زايد الخيرين مع ناصر المكسور، وكذلك الغدوم القوي من فزعة مع شعار بن دوحة، مع شعار بن دوحة على المركز الرابع. ولكن نعود وإياكم إلى شعار بن مرخان، بن مرخان بن مرخان مع نجود، مع نجود محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وهناك هزر من الجانب الأيمن مع شعار بن نورة. الله
يا سلام بن مرخان بن مرخان وبن نوره يغير من الجانب الايمن. يا سلام اللحظات الاخيره غير بن نوره مع هزر 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 ناصر بن عبد الله بن راشد بن نوره المري غير واحتل المركز الاول. المية متر الاخيرة مشاهدين الكرام غيرت هزر. تهانينا تهانينا من هذا المكان ومن هذا الموقع لمالك هزر على فوزها بالمركز الاول ناصر بن عبد الله بن راشد بن نوره المري المركز